اقول في اللحى اسمروا يا رب، تمشوا استانسوا اضحكوا البسوا. يا اخي ما قلنا شيء، ما قلنا روحوا ارقدوا من الساعه 9، ما قلنا اقعد في البيت لا تطلع 24 ساعه، ما طلبنا منكم شيء. بس يا الربع، وهذا الموضوع بكون فيه بكل صراحه وبتكلم فيه بكل شبابيه، كثير من الشباب طاحوا في الحب والغرام، لكن للاسف ما هو حب شاب لفتاه، حب شاب لشاب. وساضع رساله من رقبتي في رقبه كل ولي امر، كثير من الشباب طاح في الحب والغرام، كثير من الشباب غير من فطرته، كثير من الشباب اهان نفسه، اعطاه الله وسام انه رجال فتنازل عن وسام، خلاه الله عنده عند الله كاقل من البهيمه. شاب يغير شاب، سبحان الله. اي نعم، جينا في جيل شباب في المتوسطه والثانوي يرضى في نفسه، شباب ما عنده مشكله انه يلقى بعض الشباب يرسل له رسائل كانه بنت، يعاملها زميله كانه بنت من الحب والغرام اللي بينهم، في غفله من الاباء، لان الاباء هم السبب. ما ربى ولده على انه يكون رجال، رباه كانه مكلف، قاعد يربيه صح انه رجال، في يكون رجال قاعد يحنه حنه من الشمس ومن الشد ومن الحر، حتى طلع ولد ما هم الا ثوبه وكيف يسرح شعره، اما انه يتكل عليه في خشونه في رجوله، يتكل عليه في مقلب، والله ما فيه ما فيه. ولذلك طلعنا جيل ما يعرف، شباب يعرفون ايش معنى كلامي هذا في المتوسطه والثانوي وفي الجامعه، شباب والله تشوفونهم في الفرق احيانا في الحزام، والله ما تدري عن بعض الشباب هو رجل ولا مكلف، من لباسه ومن شعره ومن حركاته، بس من هو المسؤول عنه؟ ابوه. والله لو ربى على انه خشونه، كما يقول عمر اخشوا شنو؟ فان النعمه لد. ايش اللي عند القريش؟ في عهد الرسول قبل 1430 سنه، ايش عندهم من تكنولوجيا؟ ايش عندهم من تطور؟ ومع ذلك ان اولادهم ما يربونه عنده في قريش وفي مكه، ياخذون اولادهم يطلعونه وين؟ الباديه، عشان يتعلم الفروسيه والشجاعه والفصاحه والخشونه، لانه يحس انه تربى عندهم في مكه انه بيتربى على ميوعه وعلى عدم شجاعه وذي، وايش عندكم اصلا من 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 حضاره؟ كيف لك يجيني باولاده من كل مدن والله ما همه الا بس مكيف ولا سواق ولا سوق الا ابوه. ولذلك والله يا بعضكم لو يجي بكره ضيف في فجاه يصلي الظهر ويروح يلقى ضيفه، والله يا بعضنا احلفكم بار يا ولدك انه في الثانوي ولا في الجامعه والله ما تتكل، يروح يجيب لك ربع ذبيحه من المنديل، والله ما تتكل لك، لا تلومه، انت اللي ربه، والله ما ربيته يروح المجنبه، ما ربيته قلت خذ هذه 200 ريال اهلك يبون فواكه روح اشتري، خله يغلط، التفاح تعبان، البرتقال خربان، معليش بس يتعلم. لكن الى متى تحن؟ الى متى نربي اولادنا على الكفيه؟ بل احيانا للاسف نجيب المقاضي بكل برود، ندق الجرس، قولي لها تنزل، من هي؟ الشغاله. طيب وذي اللي قاعد تعلفه؟ ذي اللي معك له سنين قاعد تعلفه، ايش الفائده منه؟ ايش الفائده منه؟ الشغاله اللي تشيل، والشغاله اللي تطلع كرمكم الله الزباله، والشغاله اللي ترتب اغراض الرحله، ذي نص متر، نص متر ذي كلها، وذيه اللي معك في البيت. لكن ونقول ايش بالجيل؟ لا لا والله ما في الجيل خلل، انه في الاب، والله انه في الاب والام، لان الاب يبغى يتبرى من الولد، ما يبغى ياخذ ولده في العقار ولا في سفره ولا يطلع ولا يبغى يجلس معه، يبغى هو اللي يصبر. فاخذت الام تربي الولد، لكن ربت الولد مثل ما تربي البنت. بعض الشباب قلت له حلق، ترك وسيم، واذا حلقت من شعرك يبقي من مصابتك. قل والله يا ابو راشد احلق يا اخي والله مصيبه، اعطني غير هذا الكلام. ليش؟ لانه تربى عند ابوه وعند امه انك والله انك جميل في الشعر، والله انك شخصيه ذي، هذه ما تقال للبنت، لكن غرسناها في قلوب اولادنا، غرسنا انك جميل في الشخصيه ذي، جميل اذا فرقت شعرك، جميل يعني شعرك الناعم، هذا يقال للبنت. لكن تربى اولادنا في المتوسط والثانوي، ولذلك تشوفها في ابتدائي وفي متوسط ممكن يفصلونه من الثانوي، والله بعض الشباب ان عنده استعداد يفصل من الثانوي والله ما يحلق، حتى لو ابوه يطلع ويشعر. والله بعض الشباب يقابلني يقول والله يا ابوي يا انه حلف لي انه معطيني 1000، ما ادري قال 2000 ريال، اني لو احلق واني رفضت. ليش؟ لانه ما تربى على انه رجال وخشن. فاحبابي كثير من الشباب طاح في الحب والغرام ويرضى في نفسه او غير من فطرته. لا اله الا الله، ايش من قصاصات؟ الله كيف عذبهم الله، والله يا هذا الحب والغرام
إنها قطعة رزق وباب فقر. والله ما خبرت شاب طاح في زنا، لواط حب وغراب، مقاطع خليعة، دقة عود، الشات والدردشة والكمبيوتر. والله إنها قطعة رزق وباب فقر. والله ما تذكرت شاب جلس معه ثانوي جامعي إلا ودمر الله معدلاته، ولا جلسنا مع شاب في هذا الطريق متزوج أو متوظف وبارك الله في راتبه، أو عاطل وفتح الله في وجهه في أبواب رزق. باب وسخ، قطعة رزق، باب فقر. دمروا الشباب وتدمرت معدلاته، ويطلع من الثانوية وبعدين يتفارق هو واللي يحبه، وتتحتله في الشوارع، لا وظيفة لا جامعة، تدمرت حياته. بعض الشباب حبه وغرامه لهذا الولد اللي يحبه وصل به إلى درجة الكفر. يتصل بشاب، من اللي فيكم شاف مقطع الشاب اللي سجد لي شاب؟ يرفع يديه. شاب سجد لي شاب. شاب يسجد عند رجول شاب. اي نعم، سجد لغير الله وكفر لما عشق وحب له شاب مثله وتعدى حبه لحبها لله. انا يتصل بشاب قال ابو راشد شفت اللي احبه؟ ما هي بنت، ولد، ولد مثلك. قال شفت اللي احبه قلت ايه؟ قال والله لو يقول لي اركع لي لاركع له. الى الدرجة. اي نعم، يتصل بشاب يقول والله اني كنت اسرق من حر مال ابويا. ابويا عنده تجارة او محطة او شيء، كنت اسرق من حر مال ابويا لعيون فلان وفلانة. قد صرفت على هذا الورع اللي احبه اكثر من 20,000 كلها، بعضها يقول لي من حر مال ابويا. هذا عاق كافر بالنعمة، مغير لفطرته. لكن هذا الهم، والله يا بعض الشباب انه يبكي مثل المكنف. عذبهم الله بالهم والغم والحزن. بكى رجال تبكي عشان بنت، عشان شاب هذاك ما يسوى الى الدرجه. لكن يقول الله ومن يهن الله فما له من مكرم. عذبهم الله، ما يا اخي فلها، لكن ايش حب وغرام. بعض الشباب ما يدري، والله قصاصات يا رب، والله من دق باب الناس. اعيد، ابغى اسمع منكم، من دق باب الناس. ليش ما نطبق على انفسنا؟ ليش بعض الشباب اللي طايح في الزنا او لواط او يغازل له بنت او يحب غرام او كمبيوتر ما يطبق هذا المثل؟ ممكن ينطبق يوم من الايام على عرضه. انا كان عندي قضايا شباب في الخميس وابها، تعرفون قصاصهم جاء من من؟ والله اربعه قضايا شباب قضاء يعني قصاصهم جاء في امهاتهم. في امه شاب في ثانيه ثانوي جلس معه بعد اللواط، منو اللي سدد دينه؟ اخوه اللي في سادسه.